الشراكة بين Cemex وESLSCA Business School بدأت في سنة 2012. الشراكة دي قائمة على إنه Cemex بتوفر تواجد لESLSCA Business School في صعيد مصر. حجم الاستثمارات اللي Cemex عملته في الشراكة دي تعدى 5 مليون جنيه مصري، وكمان بتوفر دعم 20% من تكلفة رسائل الماجستير لكل شباب الصعيد. نجح من 2012 ان الموضوع يستمر، والعدد المستفيدين يمكن زاد عن 200 او 215 واحد كمان دلوقتي، ولسه مستمر ومتوقعين ان هو هيفضل في نجاح الفتره اللي جايه كمان. عندنا كمان كنا عايزين حاجه لازم نشير ليها في علاقتنا مع Cemex، ان دي ماشيه مع نفس الاستراتيجيه اللي ESLSCA ماشيه عليها من فرنسا من 70 سنه، من اول ما انشات كانت بتقدم البرامج في انحاء العالم. اسمي احمد عبد الرب النبي، شركه Cemex قطاع اللوجيستكس، خريج دفعة 2016، ودي كانت أول دفعة للشراكة ما بين Cemex وESLSCA. كنت الحمد لله الأول على الدفعة دي. Cemex كانت بتدعم هذا البرنامج بشكل كبير جدا، لأنها وفرت لهم الكثير من الجهد والوقت والتكلفة. أنا اسمي أحمد بهاء الدين، بشتغل في Cemex من 2006 في مجال الـ HR. من خلال الشراكة دي قدرنا ان احنا في الصعيد بالنسبة للموظفين بتوع شركة اسمنت اسيوط او Cemex، انها لو اي موظف حب ان يعمل MBA فالمكان متوفر ليه في الصعيد. طبعا الـ MBA بيبقى ليها افكت كبير جدا على مستوى الشخصي وعلى مستوى الكارير. بالنسبة للكارير، مش بس انك انت عشان خاطر ان انت ممكن تاخد الـ MBA فتبقى فرص البروموشن او الترقيات عندك اعلى، ولكن كمان ان هي بتقدر تخليك ان انت تبقى قادر تبقى فاهم باقي الادارات اللي انت ممكن تكون ما احتكتش بيها، او مش عارف طريقة شغلهم او طبيعة شغلهم عاملة ازاي. انا اسمي دينا سميح صادق، انا بعمل MBA هنا في ESLSCA. بيجي لي دكاتره كتير جدا من اماكن كتير قوي، بيجوا من القاهره مخصوص بيدونا هنا، فده برضو حاجه كويسه قوي انا ما كنتش اقدر اعملها لو كنت بسافر كل شويه. كانت اول تجربه ولم تقدم حتى الان حد قدر يعمل نفس اللي احنا عملناه، ان احنا نعمل برنامج تعليم اوروبي يتقدم فيه الصعيد مصر. احنا مؤمنين ايمان كلي بشباب الصعيد، مؤمنين بالطاقات اللي موجوده عندهم، وسنظل ندعم كل الشباب بكل الطرق الممكنه والمتاحه.